نعم، إذا سيد الأسعد أتوجه مرة أخرى سيد العقيد أحمد حمادة. إذا العشائر تركت، لا ليس فقط يعني قوات العشائر، تحدث عن العشائر، تحدث عن المدنيين، تركوا وحيدين في المعركة وفي الميدان، الجيش الوطني لا يساعدهم بأي شكل من الأشكال، وفي النهاية هم مضطرون للتعامل مع النظام أو تلقي دعم من النظام. يعني أبناء العشائر مشهود لهم في الرجولة والبطولة ومقارعة الاستعمار، من الاستعمار الفرنسي، وحتى لا أحد يستطيع أن يزاود على العشائر. ولكن اليوم لو أتينا إلى معرفة ما هي القوة البشرية لدى قسد، فهل نستطيع أن نقول أن جميع أفراد قسد هم من الهضلات ومن رجال قنديل ومن بين قوسين من المنتمين لليبيكي والبيكيكي؟ هذا بالطبع غير صحيح. ولكن معظم أبناء العشائر، يعني معظم عناصر قسد هم من أبناء العشائر، إن كان من منبج أو من الشمال أو من الجنوب أو من الشرق. اليوم فقط أن يتخلوا عن أسلحتهم ويذهبوا إلى بيوتهم، لا يتبقى قسد نهائيا في تلك المنطقة. أنا هذا تقريبا رأيي، رغم أنني لست يعني كثيرا أفهم تلك المنطقة وتعقيداتها الديمغرافية، ولكن لو أبناء العشائر تخلوا عن قسد بشكل مطلق ولديهم الأسلحة الكافية ولديهم، ويعودوا إلى بيوتهم مع أسلحتهم، أتوقع بأن قسد ستكون غير موجودة في المنطقة، وعلى الأقل في دير زور وفي الرقة وفي مناطق الحسكة وشرق الحسكة وفي مناطق عديدة. طب هؤلاء يعني بعضهم مرتزقة وبعضهم أيضا جندوا بشكل إجباري سيدنا، يكون أبناء المنطقة كذلك. يعني داعش، عندما كانت داعش الإرهابية، من كان مع يقاتل مع داعش ويقتلنا ويهجرنا؟ للأسف الشديد هناك يعني في خطأ في هذه البنية التركيبية بالثقافة لهذه المنطقة. نحن نقول اليوم، لذلك نقول نحن علينا أن نتوجه نحو هدف واحد، الثورة السورية ضد كل من يحتل هذه الأرض. أين الجيش الوطني؟ نترك جهة مجرمة ونلتحق بجهة مجرمة أخرى. أين الجيش الوطني إذن سعادة العقيد؟ الجيش الوطني موجود في تلك المنطقة، ولكن أقول أن الجيش الوطني المتواجد في الشمال في مناطق قيدة باتفاقيات دولية على الأقل في هذه المنطقة. ولكن نقول اليوم للجميع، لأبناء العشائر، لأبناء شرق الفرات، لكل من ينتسب إلى قسد، عليهم أن يتركوا هذا، انشقوا عن قسد كما انشق العديد من الجيش السوري عندما رأى هذا الجيش يقوم بقتل أبنائهم. فلماذا هم حريصون على البقاء مع البيكيكي واليبيكي وهفلات قنديل التي تنهب بمقابل زهيد أو بمقابل استرزاق في هذه المنطقة؟ هي اللبنة الأولية أن يقوم كل شيوخ العشائر وأبناء العشائر بالتحريض على هذا الوضع، وهناك مجتمع عشائري، يعني من المفروض أن يقوم شيخ العشيرة بتوجيه معين ويسمع الجميع منه هذا التوجيه، أن ينسحب الجميع من ميليشيات قسد، من هذه الميليشيات، ويلتحقوا بجيش العشائر، يلتحقوا بجيش آخر. وهناك عدد كبير من الضباط أبناء دير الزور وأبناء الرقة انشقوا عن هذا النظام، ولديهم القدرة الثقافية والقدرة القتالية والقدرة التنظيمية، وهم معارضون لقسد وللأسد وللإيرانيين ولأمريكا ولكل هذه الميليشيات. إذن يجب أن يكون هناك جيش على مستوى وطني يرفع راية الثورة السورية، وبالتالي يلتحق به كل أولئك الذين ينتظمون اليوم في صفوف قسد، وبالتالي تسقط قسد تلقائيا.
وبعدها يتم التحضير مع الجيش الوطني أو نعم سيادة الأخير. طبعا أنا لا أقول بأن الجيش الوطني اليوم هو ما شاء الله عليه وهو يقوم في العمل الصح، عليه على الأقل تقديم الدعم المادي أو غيره إلى ثوار العشائر الذين يرفضون قسد ويرفضون كذلك الميليشيات الإيرانية. أما أن نقوم بتزويد ميليشيات إيرانية فهذا أمر الميليشيات الإيرانية كذلك خطرة كما هو خطر الانفصال. نعم سيد الخيد، نعم سيد الخيد أحمد حماد خبير عسكري استراتيجي كنت معي في هذه الفترة.